السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بخير، وان شاء الله مراجعين المواضيع اللي شرحناهن والثلاث فيديوهات اللي نزلناهن حول المعدلات الزمنيه. طبعا احنا طلاب باقين بالملاحظه الاولى ان شاء الله الى ان تضبطونها، وكل اللي رايده من عندكم تكونون مراجعين الدروس اول باول، وبنفس الوقت ما تستعجل يعني حتى تضبط الموضوع. هو مو المهم انه انت مكمل الموضوع بس ما ضابطه، فرايدك تنتبه وياي. طبعا احنا حلينا اربع اسئلة حول الملاحظة الاولى، وكان المالات الكتاب، وهسه واخير واحد كان وزاري. فانت مالك شغل وما اريد تشغل نفسك هل هو مال الكتاب هل هو خارج الكتاب. انت المطلوب من عندك الاسئلة اللي انزلهن حول هاي الملاحظة تضبطهن تضبيط تمام. فهسه اليوم بالسؤال رقم 5 حول هذا الموضوع، والسؤال وزاري بسنة 2004 دور اول، يقول بالون كروي مملوء بالغاز فيه ثقب يتسرب منه الغاز، فإذا كان معدل نقصان نصف قطرة هل قد؟ بعد انت باوع جاي يحكي لك على فد شكل هندسي بالون كروي، فبالتالي انت يعني اكيد بالملاحظة الاولى يعني الاشكال الهندسية وقوانين الاشكال الهندسية، لان الملاحظة الاولى تحكي على انه العلاقة المستخدمة هي قانون الشكل الهندسي. فيا ريت الشغلة اللي تلمحها اريدك تسجلها هنا ورا الخط على مود استخدمها ضمن الخطوات مالاتي. فقال لي معدل نقصان نصف قطرة، قلت له عيني بلا زحمة ترى نصف القطر عندي ار اني. قال لي اني ادري بيك انت تفرض ار، بس اني ما قلت لك نصف القطر، قلت لك معدل تناقص نصف القطر. قلت له بسيطة، جاي تقصد الدي ار على دي تي انت؟ لا، وبنفس الوقت انت ناطيني يا سالب 7 على 22. طبعا ليش عوضته سالب؟ لان هو قال لي معدل نقصان، واحنا اتفقنا معدل النقصان او اي كلمة تدل على انه جاي ينقص فهذا معناته تعوضه سالب. قال بحيث يحافظ على شكله كروي، يعني قال يبقى، وصحيح جاي يتسرب من عند الغاز بس شكله جاي يبقى كروي. قلت له حيل زين. قال فعندما يكون نصف قطرة 10 سنتيم. قلت له هالمرة عاد ما بيها مجال، هاي جاي تقصد انت نصف القطر. قال هالمرة صحيح، هاني جاي اقصد نصف القطر 10. قلت له تمام، قل لي ايش رايد عيني. قال رايد من عندك معدل نقصان حجمه. قلت له حجمه لو معدل حجمه؟ قال لا، معدل نقصان حجمه. قلت له ها، انت رايد معدل الحجم؟ قال لا، اني رايد معدل النقصان بالحجم. قلت له عيني هو راح يطلع بالسالب، هسه شلبت انت بهاي العباره، افتهمنا انت رايد دي في على دي تي، هاي هي. قالوا رايد معدل نقصان مساحته السطحيه. فقلت له ايه، معدل المساحه يعني دي اي على دي تي. هنا طالب من عندي مطلبين، فاتمنى تكون المعلومات واضحه. هسه طلابي الاعزاء، متفقنا انه اكو خطوات معينه نلتزم بيها ونحل اي سؤال خاص بالمعدلات الزمنيه. اول خطوه قال تفرض المتغيرات برموز معينه. زين، شو تقولون طلاب؟ نصف القطر ثابت لو متغير؟ تقولوا لي انت مو منطينا معدله. قلت لكم بلي. تقولون خلاص يعني يعتبر متغير. اذا نفرض نصف قطر البالون هو زين، وش تقولون حجمه؟ هل هو ثابت لو متغير؟ تقولون انت مو منطينا معدل حجمه، يعني اكيد متغير، لان المعدل لما يكون مطلوب او لما يكون معلوم فهذا معناته هذا الشيء متغير 100%. فنفرض معدل، او خلينا نقول نفرض الحجم مال البالون في، والمساحة أيضا راح نفرضها أي باعتبار أصلا هو طالب معدلها، يعني معقولة يطلب معدلها وهي تعتبر ثابت؟ هاي مو معقولة أبد. إذن الخطوة الأولى تمت بنجاح، ونروح للعلاقة اللي لازم تربط بين المتغيرات. جينا باوعنا هو طالب من عندي حجم وطالب من عندي مساحة، معناتها أنا لازم أستخدم علاقتين، هم معدل الحجم، هم قانون الحجم، وهم قانون المساحة. تقولون اي والله هاي شلون سالفة؟ هسه اعزائي انتو بالمطلب الاول خلونا الحجم، اوكي تقولون يلا ماشي الحجم الحجم، روح جيب لنا حجم الكرة هي قانون الشكل الهندسي يمثل العلاقة.
زين انتم متاكدين الحجم مال الكره يربط بين هاي المتغيرات؟ تقولون طبعا يربط ونص. وهسه راح تشوفوا شلون ادخل لك اياهم كلهم بالقانون. زين حجم الكره تعرفونه؟ تقولون نعم. مو كتبت لنا يا انت 4 على 3 باي ار تكعيب، هو هذا حجم الكره. الخطوه رقم 3 طبعا باوع المتغيرات اللي دخلت بالقانون هو الحجم ونصف القطر، وهو هذا الاريداني ما اريد غير متغير يدخل. سواحد يقول لي زين والمساحه شو ما دخلتها بالقانون؟ اقول له عيني ترى هاي عندها قانون واحد، انتظر شويه هسه راح ندخل لك اياها بقانون. زين الخطوه رقم 3 قال نعوض الثابت الدائم والعلاقه الثانويه. للاسف انا ما عندي ثابت دائم وايضا ما عندي علاقه ثانويه، فراح اطفر للخطوه رقم 4 اللي هي اشتقاق العلاقه بالنسبه للزمن. سواحد يقول لي انت ايش مدريك ما عندك ثابت؟ اقول له اخويا هو ما عندي غير نصف القطر والحجم واثنين المتغيرات، ما تقول لي انت ايش ذبحتنا. زين هسه نشتق العلاقه بالنسبه للزمن، اذا الفي راح تصير دي في على دي تي، تمام؟ وهاي الثلاثه حتنضرب بالاربعه حتصير 12، 12 على 3 4 باي ار تربيع، هاي تم الاشتقاق. زين ولا تنسى قلنا تضرب في معدلها دي ار على دي تي. خطوة رقم 5 والأخيرة قال نعوض بالمعلوم لإيجاد المجهول. فأجي أقول له عيني ترى الدي في على دي تي أنت طالبة من عندي، أوكي افتهمنا. 4 باي الآر عندك؟ قال عندي 10. قلت له حلو 10 تربيع يعني دي آر على دي تي. قال عندنا السالب 7 على 22. ها هسه المفروض نجمع ونطرح ونقدر نلقى له هذا الشيء الطلبه من عندي 4. الباي انتم مو تعرفونها هي 22 على 7؟ تقولون بيلي نعرفها. زين وال10 تربيع هي مو 100؟ بيلي. زين وهاي السالب 7 على يمن على 22، تمام. هاي ال22 ويا ال22 وال7 ويا ال7 بقى عندي 4 في 100 400 في هذا السالب، سالب 400 سنتيمتر تكعيب على سكن. هذا هو معدل تغير الحجم. تقولون بس احنا طلبنا منك معدل النقصان. عمي معدل النقصان في الحجم هو 400 فقط سنتيمتر تكعيب على سكن. طبعا انا لما كتبت النقصان هنا ضروري اشيل السالب بعد، تعرفون ما يرهم هم نقصان وهم سالب. زين ولا بالنسبة للمساحة شلون تلقانا اياها؟ اقول لكم والله لازم من جديد تروحون تفرضون وتلقون علاقة وتشتقونه. تقولون معقولة؟ اي والله هي هاي خطوات المعدلات الزمنية تلتزمون بيها تحلون الاسئلة، ما تلتزمون بيها راح تبقون تخربطون بالموضوع. قالوا عمي نروح نفرض شو نسوي من جديد؟ بس احنا فرضنا طلاب. تقولون هاي هي ما دام فارض نروح نلقى العلاقة. العلاقة هي قانون الشكل الهندسي، يعني قانون مساحة الكرة. زين تقولوا لي اقول لك يا مساحة من عدن، هو الكرة ما بيها غير مساحة وحدة، قلنا عليها المساحة الكلية او المساحة السطحية. اذا هي قانونها 4 باي ار تربيع، وحتى انا بوقتها قلت لكم مساحة 4 دوائر، مساحة 4 دوائر. زين بعد تقولوا لي بعد ما جبنا العلاقة الخطوة اللي بعدها شو تقول؟ تقول نعوض الثابت الدائم والعلاقة الثانوية، واحنا اتفقنا ماكو لا ثابت دائم ولا علاقة ثانوية بهذا سؤالنا. تقولوا لا عاد نروح نشتق العلاقة بالنسبة للزمن، فدي اي على دي تي يساوي لنا هنا 2 في 4 باي 8 باي، من الار تربيع نطرح وحدة تبقى وحدة. زين ولا تنسى هنا تقول لي في دي ار على دي تي حسب قانون الاشتقاق في المعدلات الزمنية، كنا اي شيء نشتقه نضرب في معدلة، تمام. الخطوة اللي بعدها والاخيرة تقول لي والله هي بس بقى علينا نعوض بالمعلوم حتى نلقى المجهول. زين طلاب الباي هي شعوفه. زين الار تقولون مو عندنا، قلنا لك 10 ذيك الساعه خما كل شويه نعيدها لك. زين ودي ار على دي تي تقولون ايضا كنا منطينك اياها سالب 7 على 22. زين هسه احنا مو اتفقنا انه الباي هي 22 على 7، حتروح ويا 7 على 22 يختصرون يبقى سالب في 8 في 10 يعني سالب 80 سنتيمتر تربيع على سكن. ولأن هو قال لي أني رايد معدل النقصان مساحته، أقول له عمي معدل النقصان بالمساحة لازم تشيل السالب وتكتب لي إياها 80 سنتيمتر تربيع على سكند. أتمنى يكون واضح حل السؤال هذا الوزاري اللي هو يعتبر سؤالين، لأن طلب من عندي مطلبين وهذا شيء نادر بالأسئلة هذه.
فبالتالي أعزائي شوية لازم تنتبهون وتعرفون يا قانون تستخدمون، وأهم شيء خطوات الحل تكون متسلسلة وواضحة حتى أنت ما تخربط. بالنسبة للسؤال رقم 6 بهاي السلسلة حول الملاحظة الأولى في المعدلات الزمنية، يقول مرشح مخروطي قاعدته أفقية. قلت له حلو، هذا شكل هندسي، هذا شكل هندسي المخروط كنا نعرفه حتى بقانون. وقال خوش، ما دام شكل هندسي وعنده قانون خلي نشوف بالله نستخدم قانونه ما نستخدم قانونه حتى نشوف بالله. قال وارتفاعه 3 أمثال نصف قطر قاعدته. قلت له هاي علاقة ثانوية، حكيت لنا عليها بالفيديو الأول. العلاقة الثانوية منطينياها قايل لي الارتفاع اللي هو H 3 أمثال نصف القطر، يعني 3R. هاي علاقة ثانوية حكيت لكم عليها بالفيديو الأول. هسه واحد يقول لي يمكن تطلع هي الرئيسية، أقول لا والله ما أعتقد، بس من شكلها علاقة ثانوية لأن تربط بين متغيرات اثنين. العلاقة الأساسية أو الرئيسية تربط بين المتغيرات الموجودة كلها. وهسه راح نكمل قراءتنا للسؤال ونشوف إذا أكو متغيرات أخرى لو لا. قال يصب فيه سائل بمعدل، اوكي جاي يصب سائل بالمخروط هذا، اوكي بمعدل ايش قد؟ قال بمعدل 4 سنتيمتر تكعيب على السكند. قلت له عيني من خلال الوحدة او السائل هذا اللي جاي يصب بالمخروط هذا مبين عليه حجم. قال لا شوية كن دقيق بمعلوماتك، معدل الحجم مو الحجم. قلت له معدل الحجم اوكي فعلا هو قايل لي معدل، فدي في على دي تي طلاب منطينية 4، وقال لي يصب فيه سائل يعني أعوض موجب لأن هو قال لي يصب فيه سائل ما قال يتسرب منه سائل. قال جد معدل تغير نصف القطر. قلت له ها أنت ما رايد نصف القطر؟ قال لا رايد معدل تغير نصف القطر. قلت له دي آر على دي تي مجهول. قال وذلك عندما يكون نصف القطر 4. قلت له هاي الآر مو؟ قال بالضبط أنا ناطيك الآر. خطوات الحل واضحة وصريحة. أول خطوة قال نفرض المتغيرات برموز معينة، فنجي نقول يابا نفرض الحجم مال السائل هذا هو V، ونفرض ارتفاع السائل هذا هو منه هو H، ونفرض نصف قطر السائل هذا هو R، مو تمام؟ سواحد يقول لي أقول لك بس اسمح لي في الدقيقة. بالنسبة للحجم فرضته ما عندنا مشكلة، والله قلنا معدل الحجم موجود فبالتالي الحجم متغير. نصف القطر فرضته هم ما عندنا مشكلة، أنت طالبة من عندنا قايل لنا جد معدل تغير نصف القطر. الارتفاع بالله شلون عرفته أنت هذا متغير؟ قلت لك ترى هي السالفة بها احتمالين وأني هم حكيت لك ياهن. قلت لك لو تميز من خلال السؤال جاي يقول لك مخروط يصب فيه سائل بمعدل، يعني هذا السائل تريد ارتفاعه ما يتغير؟ تقول بلي والله هو جاي يتغير، بس اعتبرني يعني واحد ما استوعب. فقل لي يا أخي، أقول لك بهالحالة هاي باوع للعلاقة الثانوية عزيزي. العلاقة الثانوية مرتبطة، ما دام اكو علاقة ثانوية فهذا حتى لو ما أذكر لك معدلة فيعتبر هو متغير. زين، الخطوة اللي بعدها تقول لي نروح نجيب علاقة أساسية تربط بين المتغيرات ذول ثلاثتهم. زين، محنا قلنا لك انه قانون الشكل الهندسي يمثل علاقة أساسية حسب ملاحظتنا الأولى، فالحجم يساوي بالنسبة للمخروط فحجمه هو ثلث حجم الأسطوانة، ثلث وحجم الأسطوانة هي مساحة قاعدتها باي آر تربيع في ارتفاعها اللي هو H. الخطوة رقم 3 قال نعوض الثابت الدائم إن وجد ونعوض العلاقة الثانوية. قلت له والله ثابت دائم ما عندنا، بس عندنا علاقة ثانوية، أنا ممكن أشيل لك الـ H وأعوض لك بمكانها 3R. واحد قال لي أور، يعني أو نشيل الـ R ونعوض بمكانها H على اليمين على 3، يعني أنا لو أسوي القانون كله R وأخفي الـ H، أو أسوي القانون كله H وأخفي الآر. زين، تقولون هسا استقر إيش راح نسوي؟ أقول لك هو إيش منطيني أصلا؟ هو بصراحة قايل لي أو عفوا طالب من عندي معدل تغير نصف القطر. أها يعني هذا ضروري والله نسوي القانون كله بدلالة الآر. إذن الحجم يساوي هاي ثلث، تمام؟
وهاي باي وهاي ار تربيع بمكان الاتش راح اعوض 3 ار. زين ليش عوضت بمكان الار او عفوا مكان الاتش؟ اقول لك والله لان انت اصلا طالب من عندي، انت اصلا طالب من عندي معدل تغير نصف القطر، فبالتالي هاي باي وهاي ار تربيع في ار، ار تكعيب. هذا هسه قانوننا. تقولون حلو يعني انت سويته كل ار. اي نعم، وانت اصلا طالب من عندي معدل التغير مال نصف القطر. تخيل اذا سويت لك اياه كل اتش، ما تقول لي شلون راح القى لك هذا اللي تقول عليه انت؟ تقول والله هم صحيح. زين طلاب، بعد ما لقينا العلاقة وعوضنا الثابت او عوضنا العلاقة الثانوية، نشتق العلاقة بالنسبة للزمن. الفي راح يصير دي في على اليمن على دي تي، وهنا راح يصير 3 باي ار تربيع دي ار على دي تي. الخطوة رقم 5 والاخيرة، نعوض بالمعلوم لايجاد المجهول. اعزائي معدل الحجم هو ناطيني اياه 4، وهنا الثلاثة باي والار هم ناطيني اياها 4 تربيع بس، ودي ار على دي تي هو طلبها من عندي. هسه شنو رايكم نبسط شويه حتى نلقى له هذا الدي ار على دي تي؟ باوع هنا هو الاربعة تربيع 16 في 3، 16 في 3 48 باي، ومنا دي ار على اليمن على دي تي. احنا رايدين منه؟ رايدين الدي ار على دي تي اللي وياها، اللي وياها 48 باي. تنزل جوا بعد معامل للمجهول، تعرفون انتو ينزل جوا، وهذا حيصير بالبسط. هنا اكو اختصارات بين البسط والمقام، على 4 بيها 1، على 4 بيها 12. اذا 1 على 12 باي سنتيمتر على سكن، وهو هذا معدل تغير نصف القطر. اتمنى يكون واضح حل السؤال اللي حليناه لكم. اما بالنسبة للسؤال السابع بهالسلسلة هاي، يقول مكعب من الثلج يذوب بالحرارة، مكعب من الثلج يذوب بالحرارة بحيث يحافظ على شكله مكعب، فاذا كان معدل تغير حجمه، قلت له هاي عيني هذه معدل التغير مال الحجم دي في على دي تي يساوي لنا سالب 3. طبعا هسه واحد راح يقول لي ترى هو كاتب 3، اقول لك مو قلنا لك جاي يذوب، مو تمام؟ اذا هذا يذوب بالحراره، فبالتاكيد المعدل ماله سالب. تقول لي حلو، جد معدل تغير مساحته؟ تقول لي هاي شيء لك بيها؟ والله هو طالب معدل تغير المساحه. تقول لي مو هسه صار قانوني انا هسه راح ادوخ حجم منه ومساحه منه. عيني لا تستعجل، هسه نقول لك يا قانون تستخدم. قال في اللحظة التي يكون فيها طول حرفة، يعني طول ضلعة للمكعب 8، بناء على هالحكي هذا ترى هذا المكعب من الثلج، يعني جاي يذوب هو كامل، جاي يصغر. تقول لي يعني بين قوسين او عفوا هنا هو اصلا هذا كامل ثلج، هذا المكعب اصلا ثلج، تمام؟ فنروح للخطوة الاولى، نفرض الشغلات المتغيرة. الحجم مال المكعب اكيد متغير، ومساحته ايضا اكيد متغير، وطول ضلعه اكيد متغير. حلو، الخطوه رقم 2 تقول لي مو قلنا لك راح ندوخ يا قانون نستخدم؟ اقول لك عيني وخذها ملاحظه هنا، اذا علم في السؤال، اذا علم في السؤال قانونين او اكثر من قانون، نبدأ بالمعلوم عندنا. منو هذا المعلوم؟ تقولون والله المعلوم هو الحجم. حلو، لعد ابدوا بالحجم. تقولون عيني بس انت طالب من عندنا المساحة، خويا دبدوا بالحجم ومالكم شغل، انتو شقد تجلحون؟ هاي راح نبدي بالحجم، نروح القانون حجم المكعب. طبعا احنا نمشي على خطوات الحل، ما نخربط نهائي. حجم المكعب هو اكس تكعيب، وإذا ما فهمتوا إحنا شرحنا القوانين بالفيديو الثاني، فما أريد أعلق على القانون ولازم أنت تراجع أخي بذاك الفيديو. الخطوة رقم 3 تعوض الثابت الدائم والعلاقة الثانوية، ما عندنا لا ثابت ولا علاقة ثانوية. نروح للخطوة رقم 4، نشتق العلاقة بالنسبة للزمن. دي في على دي تي يساوي 3 اكس تربيع دي اكس على دي تي. خطوة رقم 5 قال نعوض بالمعلوم لإيجاد المجهول. دي في على دي تي عندنا سالب 3، 3 الاكس عندنا 8 تربيع دي اكس على دي تي،
تمام. 3 ويا 3 تروح يبقى سالب 1 منها، ومنها 64 دي اكس على دي تي، معناتها دي اكس على دي تي يساوي سالب 1 على 64 معامل المجهول بالمقام. سواحد يقول لي عيني ترى احنا ما طلبنا من عندك هذا، احنا طلبنا معدل تغير المساحة. عيني مو قلنا لك قانون قانون ابدي بيهن واحد واحد، هسه الاول كملته تعال للثاني ارجع افرض من جديد. تقول لي مو فرضنا هناك هما كل شوية، زين ارجع القى علاقة من جديد. تقول لي العلاقة هالمرة قانون المساحة مالت المكعب اللي هو 6 اكس تربيع لين المساحة السطحية، هاي يعني الكلية، فاحنا قلنا المساحة السطحية هي 6 اكس تربيع بالدرس الثاني بالقوانين. الخطوة رقم 3 تقول لي نعوض الثابت الدائم والعلاقة الثانوية لا توجد. خطوة رقم 4 نشتق القانون او العلاقة بالنسبة للزمن، الاي حيصير دي اي على دي تي، هنا راح يصير 12 اكس دي اكس على دي تي. والخطوة رقم 5 نعوض بالمعلوم لإيجاد المجهول، دي اي على دي تي هو طلبة من عندي فاني راح القائلة، اما بالنسبة للاكس فنعطيني اياها هو 8، والدي اكس هستونا لقيناها سالب 1 على 64. سواحد يقول من هذا انت لحيت الا قلت ان تبدون بالقانون الاول؟ طبعا اخي، منها 8 تختصر ويا ال 64 بيها 8، منها على 4 بيها 3 على 4 بيها 2، يعني سالب 3 على 2 سنتيمتر تربيع على سكند، هو هذا معدل تغير مساحته السطحية. وخليت لكم ايضا اعزائي واجبات هنا سؤالين، وايضا ردت انبه على فد شغلة، احنا الخطوات هاي ترقيما مو شرط نرقمهن، المهم انت داخليا مرقمهن، يعني داخل عقلك مرقم الخطوات وجاي تمشي عليهن. لا تنسون اعزائي تحلون الواجب، ولا تنسون ايضا تدعمون القناة وتشاركونها، هذا اذا جاي تستفادون من عدها وتعتبرونها قناة مفيدة لكم، وخلوا زملائكم ايضا يستفادون. ان شاء الله بالفيديو الاخير حول الملاحظة الاولى راح نحل بعض الاسئلة المهمة ايضا واللي هي جاية وزاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.